انما الحكم بيشيل متابع كان مباراه خطيره بس على طاسه ممكن ممكن هو اللاعب المحلي على امل يكون اجاهم مستر مطلوب باولو جول 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 على امل اللاعبين الاجانب يكونوا على هيدا المستوى على مستوى اللاعب البرازيلي فيتور باولو ماتوس عم بيقص الشباك مع جمهور الانصار مع جمهور الانصار يلي قادم الى ملعب بيروت البلد للاحتفال للاحتفال بالانتصار اكيد للصداره بكل جداره يا انصاريين عم بيسكرونا بالسنوات الماضيه عم بيسكرونا بانصار الامجاد بانصار الاجداد في ملعب بيروت البلد فيتور باولو ماتوس على البرازيلي والكره الراسيه داخل شباك راسانتينا تحت انصار ممكن يكون صانع الانتصارات صانع الالقاب صانع الامجاد هيدا الاجنب المطلوب شو ما كنا عم نقول هيدا العرضيه فيتور باولو ماتوس مله راسيه بالشباك الراسنجاويه رائع يا ماتوس فعلا الانصار حاضر بكل الميلات ماتوس الرقم 12 داخل عنده كثير من الحلول جوزيف باتريك بالمباراة أقله على الحلول الدفاعية وسط المشاكل الكبيرة اللي عم يعانيها دفاع الراسينج والهدف اللي سجله طبعا باولو بيتني خطيرة فيتور باولو بيتقدم البرازيل الكرة خطيرة أنصار حاليا ممكن يصدي فيتور باولو فيتور باولو عم يطلع حروف عم يسجل مكان الأنصار الأنصار عم يحتفل حاليا بمتقدم ملعب بيروت البلدي التسديد الرائع من فيتور باولو البرازيلي كرة عابرة للقارات كرة صاروخية عم تستقر بالشباك بشباك الأمير الكافي من قلب بيروت البلدي إلى قلب الجبل فيتور باولو عم بين شباك الأمير الكافي نجد أنس حمد صالح على أرض الملعب بالإعادة الهدف الرائع اللي سجله باولو فيتور ماتوس يعني بنعتذر منكم عن الخطأ التقليدي ما سمح لنا نشوف الهدف من أكثر الآن الكرة عند نادي الخبر وهذه محاولة هذه ممكن جول 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 باولو دخل
تعالى ليسجل ويفرح أنصار الفهود وينثر الفرح والسرور. البرازيلي بلمسة السامبا البرازيلي من بلاد المراكانا يأتي البرازيلي باولو من بلاد السلمسة الأولى كانت الخطورة وسجل أول أهداف اللقاء ليعلن بذلك التقدم لنادي الخابورة. البديل الناجح إشهاد كان بالتوقيع ولعب الكرة للاعب باولو وباولو لا يضيع مثل هذه الكرات وسجل أول الأهداف لنادي الخابورة ونثر الفرح والسرور. I got it.